إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب التفسير، قال: باب. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نعم، وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. في سورتنا نهد كجرنه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، إلى آخر الآية. إنا أنقوا أرسلناك وان كدرني النبي شهيدا، حال أتهي مت شاهد أه إمرقاتي فريا على أمتك أمدادك مرقاتي فريا، ومبشرا حال أتهي مد بشاريني لمن استجاب عديك أجيبتي ثوابي أجر بضن يجنأك بشاريني، ونذيرا حال أتهي مد دقية وكعب سجلني عدي عاصسي عذاب كو. أنت أودن أضاء أنبيادو أمده دي وحبال لقوي دينيا ويكون مرقاتي فريان. نعم، ماذا أجبتم أمبال لي محال ليدن كو أجيبي. ولأجل ذلك أيا سيدا نبيك كسوق ناتي حديث كي عبد الله بن مسعود نبيك وحو يريب ويري قرآن كي يقو أخري يقو دول أخري ليتدبر مركبا كويري رسول الله ميان كو قدو الأخرين أيدو إلهي بعد قبل قو سود شيء مركبا النبي كويري عد كلا إن كان مغلان شعلا هاي سورة النساء بالله جيدة يام بالله بي بويري انت أنا النبي قو ودقي سنية مركان قاري بويري قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. على هؤلاء وحل إشارة يوايو وأمة محمد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم فهو شهيد على أمته. هل كان مركان مريا النبي يري بويري حسبك واتشو تشيو يري النبي كان ملع صدن إيغي فإذا عيناه تدرفان اللمبا كشميس برضو وتأثر كأو النبي القرآن ككت أثري سخاص علماء وحي رهدين نبي قوان حريص بدنا أدب حريص بدنا وانا ما نتقي من أمدي سوى الويدين يا أمدنا إنه خير غمر قاتك النبي قوان شعلي هاي إن بدنا وكم إذا أمدي سينا وحال لغي يابا خير لغا مركاتي كعابا إنو يريهي مركا أمدي وشعلا إني بدبادو وخير لغا مركاتي كعو وهذا نشر بضن حمبارسن
أرنتاسا سيغونية نبيغا أسامة سيبي علماء دقار كود مركا شرحة كبحنا ينبير هذا. إذن مركا النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته قف والبو مركا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرك وكاغا مرقاتك عيلها نفت هذا كموش. نعم. عطاء ابن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية آيداً التي في القرآن قرآن ككجرته من سورة الأحزاب هي سورة سورة الفتح لبضب ويكجران يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً قال وحيري قال في التوراة توراة والنبي الله موسى إلهي كسود تشيي نام معنه هذا آيات حنبار سنبا كجرتي قال في التوراة يا أيها النبي النبي قو إنا أنقو أرسلناك وانكو درني شاهدا حال أتهي مت شاهد أم ضادة كمر خاتي فريا ومبشرا حال أتهي مد بشاريني وحرزا حرزي هي دفاع شرطه الدفاع قنقتيد حال أتهي للأميين كو أميين تا عرب لوتشيدا عربت أميين أها لأن أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب انتو ذبضني وحنا ما أقرأ شرين زمن كي هوري وحنا ما قرأ شرين بل نبي حجر صلى الله عليه وآله وسلم إسقوا بشهر رمضان عدد كذا ترينيا نحن أمة أمية أمة وحان هي أمية أميين لا نكتب ولا نحسب حسابي يقرأ لي مدنا من نقانو الشهر هكذا وهكذا وهكذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وبشهر رمضان هكذا وهكذا وهكذا ومغا طبن يطبن يطبن سما هذا أنا مركز لك علي الشهر هكذا وهكذا وهكذا مغي نقطي سقالي الله واتا سقالي الله واتا نوان نقطة صدى نوان نقطة مركز انت اللي ديه لها سيدا يا سيدا مركز وينو مركز فريه لغو إشارة ساسي هايين أم الداس أم أمية مركة وحرزا للأميين أي العرب أنت عبدي ورسولي والتوريات بكتالي أنت عبدي ورسولي أدون كيجي باتهي يا رسول كيجي سميتك المتوكل متوكل بانكو مقعابي أي المتوكل على الله النبي يقول أسماء بضم بولها محمد أحمد ماحي متوكل وهكذا ليس مأهن نبي قاسي بفض فضي وحال رضا قفك ككن وطبعي غحن مركا النبي قاسي ذا سماهين حاشا وكلا ليس مأهن بفض أي سيء الخلق مطبع حن نبي مأهين ولا غليظ من قاس القلب وقلبي جسو أذجه النحريس لهينا نبي ما ماها ما هي سفدي سفدي النبي جي توراتك تالي ولا صخاب أي صياح من قيلب ظن ماها بالأسواق أسواق ذا الحديد أسواق ذا دتك تشوجاهي وذا قيلب ظن هون قيلي يو هون ما تسيو قيلي ينقركض حبيب صدي قاركود حبيب صدي نبا هذا كهر لغا شيغي هوانكم مركي هادلان كو سوق ليدا يا كو كلا وكلا قام بو يري نبا يري ما حد كو غرتا لا يري الا هوانكم وحا لو يقنا حشود يو قد قابن مركا بي حبيب بي ليه سمعت سيدي وقيلنا يين اي حبيب صديت سمعت وانا قيل ديري فعلا سوق قفك حشودكو كقادا دو سوق كو بدن ياي قيلدا ايو سوحنكا ايو وحا سو ايديل مرك النبي صفدي سيدا ما هين ولا يدفع السيئة بالسيئة
نبي السيئة سيئة لك مهرجيه، وإنما يدفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ولكن يعفو ويصفح وعفياه هو اسكسي دايا قفك وحباء مرة عضو. ولأجل ذلك أذكر نساء قريش وسيدة دكتين نبي سيدة سيدة تسيرة وكهذا الشيء نبي قد لبين أدلو لبي ما نتهم مكقب صدي ويسوك يا نبي ويري ما أنت محادي قفل نساء إلا وحي كسمي ينبؤ غاية موكت مركابي كي يرهدين وحن كافل لنا أخ كريم وابن أخ كريم طبيعي سيقانين مركز ويري اذهبوا فأنتم الطلقاء اسكبها عندنا إذن ما حيثت سيد النبي الله يوسف ولاله كويري وقال طيب إذن هكذا نبيغا صفات كيسو توريات كسو أرورتي صفات كأورها وصيرت كورنتنا وطبقا لذلك ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله ألنا ما أفسنيه حتى يقيم إلى أوتو حتى يقيم إلى ربي توسيو به أي بهذا النبي النبي الملة العوجاء الذين كي ويقلوا عيين مركي النبي محمد إله سوس هاريي أهل كتابنا وحبمهين مشركين وركود بداه وقلوا عدين يهود عزير عابدي نصارى عيسى عابدي قف إلهي غير كعابدي مدين بوهيا حتى يقيم أي يقيم الله عز وجل به بذلك النبي النبي الملة العوجاء دينتي قال لقل عيي بأن يقول إني يرهدان لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيدك إلى وسوع لي فيفتح مركاب فريا ألا بها أي بهذه الكلمة وهي كلمة التوحيد أعينا ثم عميا إن دلآن كوا إن دلآ بإله إن له أفريا وآذانا ثم إيو دقو دقا لآن كل عضي إن له حقك إن دلآ ذي دقو حقك دقا لآ ذي وقلوبا غلفا إيو قلوب غفلا أولا الضبولي من وحبق لي نمبا إلهي كلمة ذا كلمة التوحيد كفرية هذا كهربا وحد عضي ميل أن محاضرة كتشيدينيني بانين أضيه بان كل كلمي نك بدي الله كيني او ان دلاء ويلو دلاء كيني ان ديه بالله في قي انتو تشيرنا يو اسبتال ككوتشيري ايو حودقي سنشيري انت رادي الله كيني أيو محاضرات يديمو يوحد لغي سنجري وفي صماليكي سيدو أمو قدي نين اسك أمي يبوها باديه كسو برباري باديه كسو وينادي أقونتي اسك يرتهي وضي هو ييلا ويشكي وحو يري حدا عنده والله إيفيق وحبان أجيدا وعدقي بدنا يدروسي أن لغي سنينا قلبي وفرمي حدا وحان لم يذهب قف قبرك صباح يبول بهذه العبارة عبدي قف كمركي إلهي سبحانه وتعالى أو توفيق يهداية إلهي وفتيه قلبك سنة وندى يوعدك أفره قف كل النقنية قف كهرب ماها شكلك شكلك وياه لكن قف قف كلامه قف كل النقنية حقيقة مركا واسدا كلمة ذا إلهي وحكفر يا إن الآن إن ويوجدين وهو يوجدين لكن حقي كان دلائين دقوي قبين أصواد ومقليين لكن حقي كدق لآيين سو مالكت مركا نبي قاسب إلهي يا كلمة التوحيد كددك وقوي يا ري باكو حقي كان دلاء ربي انده وقفري وكو حقي كدق لآ دقيه وقفري وكو قلبي لآ إلهي قلبي وقفري إذن مرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ينلقاضا بشر عادية هو بشر لكن ليس كالبشر
بشر وكلمة هو رسول إلهي أصاد ري وإلهي سبحانه وتعالى أمضر كبد بديي وإلهي الرسالة دي سي أؤمني ونفت يدن أولا نما بضن تان أغان بدك لهلن أغاذا قفك دون يدين كإنو فهمه لا بد أن يعرف نبي هذا الدين دين كان نبي لي مد إنو يقان سفي عن إنو أقرن أيو حق سإنو أقرن أيو ولا قم مارمان ولأجل ذلك إلا قم مارمان تهي سيرة نبي إن لأخريو صلوات الله وسلامه عليه أول فهمه طبيعة عدي يوضعي دينك كسو دقات كقرن وحات كلود قرن لباتدي هي تضحيتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي صحابتي سي دين كان اسو مرين وحي لقى سو مري هدادا اوغانين دينكو قيمة كل ما يرانا نقوم مدينة شوبنا بعد يمد عمره يمد بان مالين ماله مشى محمد هلا صو زيار سيدة قبورتي قبورتي مارتي شهداء أحد إيو ما لها زمان سوى مرسيني وواق واو وضي وواق الشك شكية مركة دقال كي أحد يسيد أولعي يبورتي يوحي جو قيبة مركة وحاكو جرى مامو هو يأ وكينا دا كتمت ماما قدوا دي توريسا داد هاد دين كسو برباري أما تعليم تيدو دين أهانا ما أهين بس كهو يوين كان على فطرة إسكاة هذا تعليم تيدو تعليم تا غربيغا اي علوم تا تجريبيغا بي وبدنا يديك قف دين صبر تماما وضعي اي مركي لوغا شيكي بي اد اغسا مودي فبكت وي اويدي وهاي تري دين تي دب كان لو صمري با دحدا يدا تالا وينا فيرينين وي درين تي مك درين با غالي ما هي كو درين تي كليا ماشا دغالكي كدعاي سيدر بي صوري ستاي ماركتا لولكو وليبا ماركا هاد جيدو ليا هي وقتي جيدا مالاهي او كوريل بوها او جي يعني كوريل كو انها كادي رانيو مدينة اد بيكولوشا وقتي جاي بارت كوريل كوجيرو تاتكي كودا غالامي ونفتو دي كوايي وروحو دي كوايي يدبكي نبي غاري صلوات الله وسلامه عليه دبل ان دينكي انك نسو غاري تيبي كسام ودي تيبي كسام ودي إلهيه وزيادة إيمانك أنك يدنا إلهي سبحانه وتعالى دينك هاينو قسوكو خاتمة ونكسان الله نوغو خاتمة ما قرانا يو هدين يهد النوش هايين كلا ما قلا قرانا يو لكن رنتي يعني نفتي دي إسامة إسي حقيقة باب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ودقالك هو الذي أليه وي أنزل دجيي السكينة سكينة طمأنينة في قلوب المؤمنين مؤمنين تقلوب تودة لماذا تحقيقا للنصرة حقيقين إلهي وحقيقين أيو نصرة أيو قرقاريا ألئي الرسول كيس يدين كيس أبو إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي أحد التابعين عن البراء ابن عازب صحابي ابن صحابي رضي الله عنه قال وحير البراء بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن صحابة النبي كمده يقرأ وأخرنا يه قرآن بو أخريي روايتها قار كود سورة الكهف بي أهيت وقت همين لوي أهيت وكتو كريي وفرس والحال فرس له فرس أولهانا مربوط في الدار ودارت كحريهي فرس وأوحرنا دارت دحديدة فجعل أي الفرس فرس كيوحو قد قلي ينفر إنه ضديه وعرريه فخرج الرجل
وصباحي ننكي هذه بصلاة دي تدد تشيي محو صباحي قولي وقولي حتكري وكصباحي يعني فرس كدد مدي سبا درينجليسي فنظر وفيريي فلم يرى شيئا وحبنا مو أرك وحي فرس كدداي مو أرك روالا قارك وحي هيد ضرور بيا هي ضرور بك سودواتي 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 ودي ذا فرس وجعل ينفر اي الفرس ينفر وحممو ارد فلما اصبح اي الرجل نينكو مركو وابريستي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نبي الشيغي فقال مركاب النبي يري السكينة وسكينة دي سكينة وي تنزلت ويسودكتي سكينة داسي بالقرآن قرآن كأخرسكي سبي كسودكتي مركا وأن شيء طمأنين إيا رحمضة ومعه الملائكة سيداس وخوفة سير الإمام النووي وحين اتمدى قرآن كما يشاء الله أخري وحديث بجري النبي يري صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده مك السكينة داس قرآن كأسود اكتوي قلب دقن والولهين وحال الجوجر هذا قال دقال هذي الجوجر أنا بقيت باجرة إلهي قلبي قودي بقيت كوا كسارة بقيت بماله سكينة إلهي كزود شيء هذه هي السكينة قرآن كينا كت ما دا آخر سكيسة هي وحي اللامدة إدي إلهي الرب إلهي من حريصني والول كقاضي باب قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أيد سيدي يا طبناد نعم لقد رضي الله والله يا وحدبأ إن ربي كرى للنقضي عن المؤمنين مؤمنين تا قرمة إذ يبايعونك مركي كلهم مبايعونيين وضبلنتك قاديسي تحت الشجرة جيت كهوسكيس جيت كهوستيس جيت النبي ومركا هوسر سنيي أيوها فعلم ما في قلوبهم فعلم ألا و أغادي ما في قلوبهم قلوب توضوحي أهاضيو من الإيمان أه إيو ولبا من العزيمة على نصرة الله ونصرة رسوله ودينه صلوات الله وسلامه عليه إن إلهي يا رسول كيس يدين كيس وقرقارا فأنزل السكينة عليهم إلهي بسكينة يدقنا شكو سودتشيي وأثابهم ربنا وحكو أمال مريي فتحا قريبا فتح الدو وخيبر باش خيبر ليرا هذا لفرطي اليهود لقى قاطي وإلهي مسلمين تكو غنييي تضعادوا مال بضم بيهايين خيبر بلقى قبصدي سببت مركب حي هات كان تي ايضا كان النبي قال للسعودي كوني افر بقول بي هاين وحين هاي سببت وصلح الحديبيه ورانا وصل شيخنا حديث رضوان صومرتي النبي قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا اركي سوق كعبدي ضوافيا ومدحي يسأل النبي يا صحابتي كعبدي ضوافيا مدحي حيرانيان قابينيان إلهينا حق بكدغي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون رؤيا سو أركي رؤيا دي مركو أركي رؤيا الأنبياء ووحي مشركين تي أو مكد جنيدنا عراد باكد حيسا النبي مرك صلى الله عليه وآله وسلم عيدا كابو لبحي عمرنا وي حرتين ما كيقول دقاقين هل ينوك حيي انك استود قال تشيرو هدانا عربتو حرمك
إيو حرمدي سوي قانين هدي أصعدنا معليا ويكجوك سنجرين عدد ساسي هاي مركا نبي صلى الله عليه وسلم وحو إسلحا دوي دين دونا ما إينا يلين ويهور استاقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي مركا وحو دراي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إنه والله ياشي قريشي دوتاقو والنبي فرينك جارسيو دقال أما الصعودة نصقبان الصعودة كعبادان ضوافي هدي قانا وضنا ما قالينا كدبنا ونقنينا إسوكا يدايا حرب كيلاهي نقعل لنا واديدين اسمه وحي كوير هذا ضواف يسا ضواف كعبادان مرتين ضواف هذا ضواف لكن ما يلينا عثمان نوحو يري رسول كيلاهي ضواف المضواف يعنونا ويحب السين مركبة وحاجة علي النبي صلى الله عليه وسلم وربحنا عثمان والدي لي النبي قمرك ورد قال ما دونينين لكن هدود دقال قبصدو إن لا دليل أيو صحابة يقول لهم كل قط لما بايع عضي إن دقال لما يام رواية لها قال كود حتى الموت إلى ما شاء نفتو ديو لما بيؤهرين اللي رسول كيسي دين كيسي لكن صلح يجيب بعد عي ورب تبارك وتعالى إن كعبد الدحديدي يا حرم كلا اسكن الله يو إلهي تواك جوتشي عز وجل تقدير من الله بيا هيت مركا آيات داسو سوق عتي مركا إذ يبايعونك تحت الشجرة مركا وحال إلى هذا شجرة الرضوان ولا دهجر إلا رضا إلهي بكسود دقي مؤمنين تمر كان النبي جلس عتى وصحابتي أنت النبي جلس عتى ما هي صحابتي لم بالقبته قم إلى هي أماني ألا نكرها لنغضي وي نعم قلاسة لقد علا أيهاي إن عيان وحميان أما إلا عنذان إذ يبايعونك تحت الشجرة عمرو وهو ابن دينار عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام جابر صحابي ابن صحابي صحابة مقعاس كليجي بكوها كليجي جابر معلن ذلك يهو قرآن كادو يقاني فوحوده جري جبلا واحد جابر واحد جبلا قرآن كهال كلمة يوجدها في سورة ياسين سمعت ملك ليكسر نقطة ملا يا جابرنا صحابة كلي وكوها الرسول ليه جري جبلا واحد جابر واحد نعم قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي عن عبد الله بن مغفل المزني رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال وحي لعبد الله بن مغفل وصحابيه إني أنجو ممن دولبان كمدها شهد الشجرة مدي آياتي هذا لسويري لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة شجرة ذاتك كل مبايع النبي كمدها هو إلهي رضها وغيب وهي أسيب كمدي هي مركا وحويري مركا نهى النبي كلي آيات وحوصو قاتم يشاء أوليه إني ممن شهد الشجرة ذاتك الشجرة ذا حاضري ما دام آيات دي أن كترنه لكن حديثك إنتي صدم بمعنى كلو كتعلقا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بالنهيي عن الخذف رمي الحصى بالأصابع عقارو رحير وفرت سيدا لوغو تورو فنين ايو فرقن ايو وحاون بالليرا هذا يا صوالي الويرا هذا كان نبي قوان نهي استعمال كي سوان نهي ولبا حديثك وحا كجري انه لا يصيد صيدا ولا ينكو عنك عدوا عدونك مدفاعيو وقارنكو مدليو
ولكن يكسر السن ويفقأ العين إلي جواجبية إيش أنا وافي ذا واحد لموي مرك لموي نفع ماله عدو كدفاع مايو وقارن كود لي مايو لكن يبقى زمحوية هي إيش هادو كل عايش وتجي بس خلاص إلي جهادو كل عنا وتشبينية سيدا درت هذا أبو النبي يقول نحي وليبا عبد الله بن مغفل سقوا حولها قصوا لها يو ابن عم له وصمين يو أركي مركاسو أشيغي ما لين دبو هدن وحقوقي من دسوق الصمين يو مركاسو كيري رسولك إلهي بان نهيي بان كليهي أذوقنا وات صمين يسا والله لا أكلمك أبدا بير والله إن أنا كلها اللي ولقي وأنا أقول نبيه ما سهل لنا مخالفة النبي قال خلافه وعيد شديد هنا كوسا أروري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذا دكتور نادين كوا أمرك ألا أما أمرك الرسول كخلافه يلا بابا ضميرك وأقول نقول كرا إني أصيبته فدنه أما عذاب حنون بضنا يأسيبته ما سهل لنا مرك خيار ملي هدادقة ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة خيار ملي هد رسول كإله يوحو أمري فلي وحو كار ريبين كار ألا وحو كأمري فلي وحو كار ريبين كار دودي ما شرته ما يا حديث كنت النبي قسا وايريا لكن تقدها لكن تكدا لكن هو إضراب يعني كان مرة بعد دين عكلنا هذا يا واي ورك كجوجي كجوجي نعم مركا نكل يرهدو عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه كان من الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة التي في الحديبية شجرة هذا لا يقان ما لم يقان نعم وإلا هدي الأغون لها بركة الغب الله بلها كدبنا أيضا العابد لها صحابة قال كذو حيليهن سندي الدنبان كن نقلني وقرويني سندي النبي والله هو يعوضي سندي كحكتي بما قنقيت كيف يري ما بطالبا وقرويني لا وقرنا نعم طيب حبيب ابن أبي ثابت عبد الله بن مغفل مر لبات عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس محل جيدا واقف حمام يضا إيو من مشرين حمام يضو مشرين لولك الدور كها انت الآدو بالو سوما يرن شري سوما ماشا ادكو ما يرن ايسو ماشا ادكو كادي سميل كدوان وين النقطة دوغ في تدور كا ادو جيت اسكو اديو مركو كادي دي سي حاجي دي سي بوكتو ماشي او تاغنا يكو كادي مكو قبيسن كرا مايا مايا لماذا دين النجاسة دينا ويقاري بيابا هاكا دابا مريي ميلاها سوكرا شداك واشي علي هاي وسواس بك أبورا واقا دبا واحد قاريسا أضو ظهر رقبة ما ظهر رقبة تيد النجاسة كوكوتال بيا اسكوشوب ولي قابا اسكوشوب بيا هو رمينا غفكي ولي وسواس باكو جرا ميلها وسواس كو كتلا شيكا بيتا سيدة بقلبي قاقنا وسواس وضا اللوغا ما ديقو تدو حال أركيسا مانتو نبيها أفرا وچي غميريا قعمه بكو عشينيا هدنا وچي قيبو كنغنيا مدو حال أركيسا صلاة دي بلو تاغن يهي مانتو نمو كن نغنى يا تكبيرة الإحرام كي رقع عدن لبر رقع عدن صدح رقع عدن أفرق عدن كتك تصور قلع وسواس كتلاف ما ركتا ولأجل ذلك علم دو حين سيلو غالب نغن كرا حبنها هل هل مرمير مر بطاينة كات كاتو هل مرمير مر لباد لها كن نغن مر ما كن نغطي مر صدح عدد كن نغن مر لحادة سادو ودتو من أي شيرت كن نغن
وسواس كاسرن لود ما لها وجه ضد بدن أنا أرجعني سيدي أودين 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 العبادة دي كل نبتودين كبت غيبة كبت غيبة تارك الصلاة دي النقضي إبليس كوج عليها مرك هذا وجه عليها مركا سيدي درت هذا مو مركا وعليا هاي حديث كانوا عبد الله بن المغفل ورينا يو في البول في المغتسل أي مكان الاغتسال كذا لغو كذا يو يأخذ منه الوسواس وسواس بو كقاضية حديث كان مركا هذا وحو أم مغضى إنه من كلام عبد الله ابن مغفل أويهي وإفته سي أويهي لكن حديثكو إنتان ككامل نمبضا أي وحاسو صاري إمام الترمذي رحمه الله تعالى وهو مرفوعا وعبد الله بن مغفل نفتي سؤورنا يوليهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه نبي قوح النهيي ماشى لغم يرانا إيوه إن لغوك هذه إيوه أما ماشي لغوك هذه إيوه لغم يرته والنهيي النبي صلى الله عليه وسلم سببت وامحي عامة الوسواس منه وسواس كإنتي سبضني هل كابي كرلتا أبو قلابة الجرمي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أيضا الثابت بن الضحاك هو صحابي أها إسقنا من أصحاب الشجرة بكمدها عبد الله بن المغفل من أصحاب الشجرة بكمدها طيب حبيب ابن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أبا وائل بن إيمي شقيق بن سلمة أحد التابعين أسأله أن سؤال ويديني أن سؤال ويديني أيا نؤمي بويري نكال ليرا هذا محوها أبو وائل شقيق بن سلمة طيب إذن فقال وحيري أبو وائل كنا وحن أهين بصفين صفين ميل دقال كدعي بي هيت وبيغ فراد أدو يا قدر إلي لبقى له ومسلمين علي بن أبي طالب يا معاوية ابن أبي سفيان علي بن أبي طالب وخليفة المسلمين بالله دورتي معاوية لقنك لقو سميي يدلك عثمان لقو سميي وآد حنون بدنا أيودوني إساقنا دتك سيدا يلي إن لا عقابه الله ولا قصاصه وهي إسكو خلاف صنايعين إن لا قصاص مدي دنين كل جود علينا مدي دنين معاويين ودونيي لكن علي أركتيدي سوحايا هيد مركو هوري بيعة صوغل هذا بيعة يكون مشفتلي معاويين وهو أركي بيعة هدو صوغلو شخص معين هو نقونيا سما مركا وحبا قضي وحبا كما بدلي كرو انت السلطات وقعنت يسكو جبتو وحدونا يعني من كان إلا وذا قبل قورعه تلا سوقبت هل كاسوا مركا خلاف كي اسمان لافكو كي يميت ليك بضن باكو داتي شقيق ابن السلمة والتابعي أها مال انتابو حاضرها وحون أها مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأنه هو الخليفة مركو حولي هي نعم كنا وحن أهين بصفين فقال الرجل نمبا وحيري ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله آيداس أيو أخريي نعم
فقال علي علي باوحو يري نعم هاهو يري مركتا أنا أول من يجيب إذا دعي إلى كتاب الله قصدنا محايا هيد سيادو أغاتان حديث كنتين لحقلين تقال كيبا كرولاضي أدب أكرولاضي وحال إرادة مالنتا لبضا لنعبا ضدك كرلنتي 70,000 بي قاريين يوحكا بضا أكرولاضي ولبا تقال كوكرولاضي جانب كي معاوية أدب أكرولاضي أي أدوادين إن أي هزيمة كل عظم نين وحا كجري لنا عاس صحابية أولا إرادة عمر بن العاص أولا قلت المامو داهية العرب حق عقلك يخضاد سلو أهل إلهي مركاسو كجري معاوية كل تليي أغير الاحتكام إلى كتاب الله مصحف كيبا لتاقى مركب علي مدي ذي يبو يرورك يقف كي يرهدو أذن كو دقال لمي ورينا نس دقاليني إلهي كتاب كي سانو حقن تنو مي ميض أرن سو مالك مركابا الله صدري مركا نين نين با مركا يميد مركاسو آيادان أخريي حديث با مركا وحو أها كالي سيانو أغانو حديث كالنسائبا سو ساري مركي الدقال كي كرولادي أو وليبا قولادي أهل الشام أو كو كرولادي أو عمر بن العاص أو يري مصحفك هلو علي هل علي مدي ذي مركا صاحب مركا فادعوه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك مكا دي ذيو نمبا الله صادر أي مركا أي صادر أنا يقول مركاسو ولي مت نكل يرهدو وحو ولي مت علب ولي مت مركابو كيري بيننا وبينكم كتاب الله أنك يا أدنك كتابك إلهي بانور دحية سيدام بو كيري مركاسو علي أبو جوابي علي بامركا وحويري أنا أولى بذلك أنا أولى بذلك عد أجيبته أنا أبو أولى نبابضا بيننا وبينكم كتاب الله وأقبل مركا مركا ومدى مدوك هالضيو ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله كو اللوغو يريو إلى كتاب الله آيات سكو أخري فقال علي النعم هابو يري أنا أولى بالإجابة أنيغا أمبا أغو أولى نما بضن إذ أجيبت إذا دعيت إلى العمل بكتاب الله هذه الله يغو يرو كتابك إلى ينكو عمل فرو انت أصدر لما ميشي جرت فقال سهل بن حنيف سهل بن حنيف با مركا وحو يري هل كان مركي لمر ايوه او صلحيقي لقالي ايا قولو ليري هدو خوارج مركي دنبلو بحيي لكن مركي هوري قراء لديه جري نمان قرآن اخرس بضن بيهايين ايا كو عارضي نكا ليري هدو علي او يري هدين ايوه صيفوه دي وطا ميين قولو ذن لدقال لمينين مركا مركا علي ديدينا وكو كبحي سهل بن حنيفة مركا الله الله إلا بوق بدنا يمن مركا يا ولع فقال سهل سهل باوح يري سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم بويري نفتين اتهام أدنك عدك لها اتهامنا علي اتهام ملك سوما كتابك إلهي بالله غير هدي كتابك إلهي بالله غير مديدية قال ذي مركا كوهي ستي أيو يري مركا نبي صلى الله عليه وسلم كيري سهل اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا والله يا وحا لبا هنا نسأركي
يوم الحديبية ما أنت حديبي وجوري سهل بن حنيف من أصحاب الشجروي يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين صلح النبي إيا مشركين تدح مري ولو نرى قتالا هذا قتال أركينه لقاتلنا وان دري لهين بوير أدبن أدري لهين فجاء عمر عمر بايمت عمر كوا عمر كوا عمر بن الخطاب فقال وحوير النبي جيب كليه ألسنا ميينا نهين على الحق هو حق كسوغا ميينا نهين وهم على باطل مشركين تنائن على بعض الكجرين بعض الأين كسوغنين أليس قتلانا في الجنة كوي أن نغل نغل انتميين الجنة قلين وقتلاهم في النار أيها كوي دي لغا دلنا نار بي قليان قال النبي وحوير بلا ها ساويتهاي قال وحوير عمر ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع محان دين كيغا أسي سنينا وحليتا وان أنو قنينا من سيفت بهدك باللونه ولما يحكم الله بيننا أن لغا إيا مشركين تنا ولما إنك ربحن فقال مركز النبي قيري يا ابن الخطاب إن خطابوا إني رسول الله رسولك إلهي بانه أبو ولن يضيعني الله أبدا إلهينا إما ضيعيه فرجع ولابتي عمر متغيظا سقو أدو عريسا فلم يصبر مؤ صبر حتى جاء أبا بكر إلى أبا بكر ويماده فقال يا أبا بكر أبا بكر ألسنا على الحق مينا الحق أهين ونن حق السجنين وهم على الباطل مشركين تسميين بعض الكسجنين قال وحيري أبو بكرنا يا ابن الخطاب إن خطابوا إنه رسول الله وأنك وحقاتي ورسولك إلهي أبو اسمعوا مركة هذا النبي سويري يا أبو بكر اسمعوا ولن يضيعه الله أبدا إلا أن ما ضيعه فنزلت سورة الفتح قصة مركة بحياة هي صلحي مركة لقلي قضى بالك لقرتي قضى بالك هشي سهيل بن عمرو اللي يرادو أي مشركين تمثلي وأهل لي إيا النبي قاوضها لي صلحي قاوحا كم إذا بنود أي كم بتهي ورطة دقالك إلا تشوشيو لمدة 10 سنوات وحاكرو كم إذا قبائل كلا وقارن النبي أي لهايين حلفي وذاك قارن أي مشركين تدين عودة جرين أي أنا فسح لوسيي قولوا والبا حلفي قلا يعني ني قلان وحا كم إذا عدي كتما دا مشركين تا انت صلحي قال لقو شلو ومسلمين تا اتكتو إن لعليو عدي مسلمين تا كتكتا ومشركين تا اتكتا إن لعلين با كم إذا انت مركي الاسكوا فقاي حلفينا قضبضينا لقرية ولل إسكو ولوا لقرية أي وحي من نن مؤمنة أو نن كان حلف باب محوها عهدك أصحيحية مشركين تويل كيسية أو سلسلة كحرنا أو سيد الرتيد فرنسي أصل سلسلة إلى مكة حديبية كي من مسلمين إسكو صدحتورة سهيل بن عمرو وحيري وحن كب الله بينا نكان إلى النبي قوي رهدو نكان وحي كذب بيا إجا أقرب وديدي قصة وحي نقطعي إن لعليه مسلم تيبة قادم وين تيبة أودا دمي ويس مت كان نواجر تيو مركز الصلح قال لقري يي نبي جاي يرينا يي صلى الله عليه وآله وسلم وحن لقري يو مركابه يرين النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه نعم رسول الله مركز يرى رسولك إلهي هذا أقولنا هنا طال كلما إننا ندري إن تربو يرتام أقولني ما قاعد أقول
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وقبل الله مركز الرحمن الرحيم أنا قم أقانب باسمك اللهم قبل أوي من رسول الله مركز يريوي رسول كإله هدان أقنا إنا تقول ما إنا ندرين مركز يرمج مركز النبي يري رسول كإله يبانا هاي محمد بن عبد الله نوانا هاي أكتب محمد بن عبد الله وحيالها صلما مسلمين تي أقادم وياي عمر ومركا مركولي رسول كتولي مادو سو أنجو حقه بتاجنين أيجو سو بعض الماها هدان درنا كوي نقد أنت سو جنة مجليان أيجا كوي كده تنا نار مجليان محان وحان ليتا قضبضان محان وقاضنينا ما نكسر بلو فرسو ماشي سو جوجي نكلا يرهدو نكلا يرهدو محوها صحابي كان اللي يرادو سهل بن حنيف نمن كان وحويا صلحي علي قلي ولا قلي معاويه بيديديا اليهين ما وحن لو لقليا سو ايغو ظالمين معها سو ادو خليفه المسلمين متيد ديار بان لنا هي سيف هايك قعمان كو ودنا ان عكت مرينو مركو كديدي او صلحي او غلادنا غوري ويبو بحين علي يا معاويه نواب كفر سيام بكل قوت يا شي بلايد وكر راضي وهالكاس مركا ويا مركا ولي هي نفتينا تهمه نفتينا تهمي سعيد كلها تهمي سنيني حابان انت اسان شوقي بير خير بضن ما انا كذا الشيء خير بضن ايا كذا الشيء لا اله وقتل مامي انا فتحنا لك فتحا مبينا وكا وكال سوره دم بسودكتي فنزلت سوره الفتح سوره الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا قال مجاهد لا تقدموا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ربي يا رسول كيسا شيها كلاهر مرينا رأيها كلاهر مرين حقنها كلاهر مرين هذلها كلاهر مرين سمعت طبعها وذلك واتقوا الله ألك بقى إن الله ألا سميع عليم ألا سميع هو واحد أرانا إنسان مقلية عليم هو أحواشنا كعلم له يا أفكارتي إن قلبك كجر تبا وياني مركا لا تقدموا أي لا تفتاتوا لا تفتاتوا أي لا تسبقوا حكى له مرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لا بقول ولا بفعل ولا برأي ولا وحبها كله مرنا حتى يقضي الله إلى إلهي أحكمه على لسانه أي على لسان نبيه ما شاء نبي أحكمه الله ياهي رأي ما هي أقو رأي ما ووحي ووحي حتى يقضي الله على لسانه إلى إلهي أحكمه على لسانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء وحي إلهي أدون هذا هو حلقة يبقى أحد أنك نقمي ذهنه يرى هذا النبي قلنا لما جوغو صلوات الله وسلامه عليه لا لما جوغو لكن حديث كي سوى هر يالله سوما حديث كي النبي قال رأيها كلا هر مرين حبر رأيها كلا هر مرين كدن به امتحن وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين كوي يغضون أصواتهم صوت كودها صدقيان عند رسول الله مركز رسولك إلهي أكتشوغان أولئك كواس الذين كوي وي امتحن الله أي أخلص الله إلهي أو خالص يا لي
قلوبهم قلوب تودي للتقوى لك عبسي قلب جودة وحكلبك مجرو إلا تقوى الله مويه لهم كواسي وحيليهن مغفرة مغفرة ذنب داف وأجر أجر بيليهن عليم وين بي عند الله كليهن وضضل أماني إلى قلوب تنوهاج. طيب مركب حويري امتحن محلو جدا أي أخلص كلمة أسل كيدو وحي كتمد امتحن الذهب نعم إذا أذابه وميز إبريزه من خبيثه بل كان ذهبك لولك لك قضى وقيب عيد كمدة ولأجل ذلك شعر إمام الشافعي وعكمدها التبر في أرضه نوع من الترب تبر هو ذهب كقيرين وان ذهب كمرك لولك سجوجو وقيب عرض عيد كمدة صوما وقيب عرض إيوه عيد كمدة ذهب كنا وأنفس الأموال صوما أدبل لوش عليها أدبل لوش عليها ولأجل ذلك النبى كتريي حوله دنجودهان تتكو عدي حول الله يقانين وآذان الله يعظمه ذهب الناس إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فالناس عنه ذهب قفكي حولها يستون بالغوية عيو الآدي كان وحبها يستون ولا قد تقيا يا كان وضعنا هذا بلو في الصور ماشان صومالي دي مركي لغا شيغيو مدحوينها يضد بضم بايسوس وشرحة مدحوينني ماذا نيني وا قلت جيس ما شاء الله وا وين يحي يا كيس لمو وتا نبا واسي نيك حوغا او قلت كو وين لا اده يا لو وديا يا بارلمان قولده بارلمانكا سي واخ لوغه هله عودكيسا او سيان ذهب الناس الى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فالناس عنه ذهب كلمتكم مرك ذهب مرنا وفعل مرنا واسم سمع سيدو كلام انفض الناس إلى من عنده فضة ومن ليس عنده فضة فالناس عنهم فضوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما مال الناس إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فالناس عنه مال قف كان مارت أن حولها يسنوا له دورنين والله أقمري لا سؤال هاي مركز ساسا أن الدنيا ده تكون وش عليه هاي مركز ذهب كمركز سداسا مركز الله نظيفين أيوه والله الشدا والله دلالية مركز الله دلالية ب يعني مثل الذهب كأصل هنا وبحه قشن كنا وكهرة قلوب تنساسا كلا لوجرا إلهي بالتمحيص كسمية مركز قلبي صافئة وتقوى الله كعبس مويه أنا يوحك لك جرم بصهرية وددك إلهي دورتي مركا امتحن أي أخلص ولا تنابزوا وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سورة وسورة مدنية أحكام بدن يا آداب بدن بكجرته منهيات بدن بكجره أيضا سخرية يا تشاس كبا إلهي نجن هيي لمزق يا ضردة با إلهي نجن هيي تنابزك بالألقاب ألقاب تحن لإسوية يا مقعية تحن بأن لك النهيي مركا ولا تنابزوا لفظ قاسا نجيدنا
ولا تنابزوا بالألقاب حيسوغو ييريننا لقب يضا يا مقع يضا حوحن تيبو مركة فصيرية ولا تنابزوا أي يدعى بالكفر بعد الإسلام أي لا 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 تدعو يعني لا تنابزوا لا تداعوا هيسوغو ييريننا بالكفر قال نما هيسوغو ييريننا بعد الإسلام إسلام نمك بعدي دم بيقدنا وأدقي قف هدو قف كير هذا يا كافر أما يا عدو الله وكير هذا كلمة ما الآن ما دعيس إما قفك أغو ياري إن يكون رمودي كودكتو يعني أساق كسو نقطة لبدي ميت سيدا حديث صحيحة كسو أرورتي برقاد وحولي هي يدعى بالكفر بعد الإسلام مركو إسلامي كبعدي نكال يراد حسن البصري أيا وحو يري مثال أسميو كأن اليهود والنصارى يعني كان اليهود والنصارى يهود يا نصارى يسلم وإسلام يي مركو إسلامك بعدي يهود لمدي ما باقي تهي مايا نصراني يبدي نصراني مدينة مايا ومسلم سوما مركا كبعدي يا يهودي يا نصراني إن لا يرادوا حران ها أرني فنهوا عن ذلك وعن حصوصا مال الجمعة با مساجد كي وحال كياني ما أفر نمبا يا هاي يعني مثل صدح ميلهاس أو تليانية أو صو إسلامي إسلام نمدي يا الله قبتي إمام كيبا وقبتي من شيخه وشيوخ الصومالية وولد كم إذا بوها ولا ليه جري الشيخ إبراهيم سولي شيخي باو قبتي نين أفتلياني قال لي قانو ودين كسيفي عن قو ترجمي كرا لك يعني وو ترجمي أسبوعي دمي هدنا مساجد كين نقول سويت كدين ونو يبادين أسبوعي هوري إسلام كيدوني ينوى إسلامين لكن أسبوعي دمي ويدعوذين وعي كدعوذين وحير أهدين وردت كيما مركن أركانا قال كان قال كان ليه مير وقال من هنا مسلمين أنا قال له هذا الكدعي قال له هذا الكدعي وبيك دعوني يعني مركز سوالف بس كسر صو قف كي مارك تيون أي أركان يا وان هو شكل وضع هين وما ذاك المسلم قف كي عذب وحيم ملاين يان إنه قال يه هاي سوما مركز واسيدا مرك الله أوران مايو يهودي لوغو ييري مايو نصراني لوغو ييري مايو كافر لوغو ييري مايو وانا حاليس قفك سيدا يالاي حاليس بويا يرنتي إلهينا وإنك النهي ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان مقع وحا أحن إيمانك كبعدي مقع فاسق نماء يكفر كتصيني مرك الله ما يرادو دتك لوغو ما ييرو كلمات أن سهلني ناجرة أو هلس أهنتي أو كض كض بغبس مثل لي هذا رب كلمة تقول لصاحبها دعني بدنا كلمة صاحب كذا كورونا سورها يدهن ورها يدهن بيلاد ورها يدهن كلمة دي بعض ورها يدهن معنوه هو محي وحكى لازم يسدي خطرويهين طيب قوله تبارك وتعالى يلدكم وهي قوله عز وجل آية أخر يتمناد نعم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وإن تطيعوا الله هذا لا أطيعان ورسوله رسولك سأضع أطيعان لا يلدكم لا إذن كما نقصاننا يا ربي من أعمالكم أعماشين أي من ثوابها شيئا وحبط عملك صالحها هي طاعة الله وطاعة رسوله ثوابك آتكم مضتين
ربي إذن كما نقصى من مايو إن الله غفور رحيم مركا لا يلدكم أي يلدكم أي ينقصكم ينقصكم إذن كما نقصى من أيو حبا من أجوركم آلتنا نقصنا ساسو كالين غني نقص بتلمامي أجل كني ثواب كني الذي كن نقصى من مايو قوله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وآية اللباد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيو لا ترفعوا كره قادننا أصواتكم صوتكين فوق صوت النبي نبي صوت كيسا كسر مريننا ولا تجهروا له بالقول مركز النبي قال لك ضاب يسان هذا الجهور أقولها لنا هذا الهوسية سيدا كجهر بعضكم لبعض قاركين قارك كلي سيدا ولا جهر يوكلي نبي قال ولا جهرينينا ما حسالوا لي هي أن تحبط أعمالكم أي خشية أن تحبط أعمالكم أو كراهة أن تحبط أعمالكم أو لئلا تحبط أعمالكم انتظر سيدا ضربتوا لك يعني سئين عمل كين أبرل وأنتم لا تشعرون هذه كنت دريمين أظن شعورين أظن إصلاحين أظن إصلاح عمل باكوها قاكسن فعمل كابوري كرا واحد يقى كايمد أودن أوغين أودن كبرا ركسنين مركا هذا النبي قال مركا هذا الكلام لقمه هرمريو لقمه هرمريو طيب حد أنك من خوسي يا نهي قاني إلا النبي قال ما تشوقني صلى الله عليه وآله وسلم ها حديثك رسولك إيضو الله أخرين يعطك أغاها كسر مرين وحالا قيابا أنك هذا هل كان فردنا وحديث النبي أخرين أيو أحد أنك أنك نبي دي أنت موبيل كيس الله صبحه إنه الله قيل أيو أو مطعباني وضع في رسو إذن بيش يا محاكو جرى رفع صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر با وقته خليفة أها بولوان إنه مساجد كان نبي قد يحفظ لي وحد الله يسوى شيء كسانيسا وصوت كودي كر أقادي أيوم مقلي نين صحابيه حوغا أتشري أيوم لغا حنتقاتو كتوري إنه أيرو كالا ييرهدو كحشونيا وصوت كيسا كر أقادو كيبا سودي وأيري مركو يمد بويري نمان كايوية والله يري ويوي مادين وحيري حقيت كتي مادين وحيري من أهل ضائف بانها حداد مقالة مدينة أهل مدينة أضحان الله يدين وأنا إذن قراء لها وأنا إذن حانوشين لها بوي سبطت أهل مدينة وضتك النبي قال لا تعايو شيء وآذابت النبي قال قرانيا صوتك النمية تكر وقاضي سان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجد الرسول كحقوق ويشو أيام مساجد كلنا لا هاي أنا قال وحلق أيابا مساجد كدحديسة كفتني يفدك درير إن أنو الله فريسا بصورة قال إذن وحبضا نفتا يدا أندي بقول نقولنا نفتا يدو الحساب تاني أباهم تاني إسكما ورقبنا ما إسكا ورقبنا تاتك كالعيبه هذا نوم مغضى لكن أنا عيبها يجا نوم مغضى فلان عيبها يجا إسلاحين أندي بقول نقولنا نعم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا مدارية ما تشوفنا طيب انت انا الحديث كجاري مرك تشعرون بويري مرك وانتم لا تشعرون اي وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون لفظي قال مرك تشعرون ومنه الشاعر الشاعر واسمه فاعل سما وقف كدرين كله نكا شاعر كاهي قبياهي وحن بو قعنا يا أنا نجو قعن كريم أنا نبين وحن بو درام بو قاضي يا تصور وصمين يا شعر بو برقنا يا ولأجل ذلك سيدا بضن قيل يا قعشا كنت قفك إنه قبيو قيل يا قعشا كنا سوما سوما قبي يقون وقبي قفوا البقى قبي قبي وقجرة وقذا قفا قبي كريم مجرو
يا لكن وحكو كان لفي لها أيان جرين حديث سعاد قبي ذو حقه قبي وحق وحنا هنا شيكي. نعم أنا لك أتشوشي نمرك نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.